الحقيقة أنا بشكر الحقيقة فخامة الرئيس على استقباله لينا في القصر الجمهوري التونسي، ويمكن كنا حريصين على تقديم تحية الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية وتقديره الكامل إلى دولة تونس. يمكن الاستقبال النهاردة بيؤكد على حرص الدولتين الحقيقة على العلاقات الطيبة والعلاقات القوية والعلاقات الرسمية. يمكن على مستوى الحدث الرياضي كان بالنسبة لنا مهم جدا ان احنا نحاول ننقل صورة طيبة جدا للشعبين ان مباراة الاهلي والترجي لا تخرج عن كونها مباراة طبيعية، منافسة طبيعية، ولكن الحب والأواصر المودة هي الهدف. ويمكن الحقيقة فخامة الرئيس طلب مننا بشكل رسمي ان بكرة ان شاء الله تكون موجودة بعثة النادي الاهلي ورئيس البعثة وأعضاء مجالس إدارة النادي الأهلي الموجودين والسادة الإعلاميين المصريين يكونوا إن شاء الله في شرف مقابلته بكرة صباحا إن شاء الله بمزيدا من الحب والتقدير، ومعاهم الحقيقة مجموعة كبيرة من لاعبي نادي الترجي، وده اللي بيؤكد بالفعل العلاقات الطيبة تكون هدفها الحب والمودة وهي في النهاية هي منافسة. يمكن كان في برضه الحقيقة مناقشة من خلال العلاقات بين معالي وزير الرياضة التونسي الكابتن طارق دياب والحوار وبعض التبادلات في الأفكار والرؤية المستقبلية للدولتين. قدرنا إن احنا النهاردة نعمل تصورات باتفاقيات جيدة جدا في مجال التشريع، القوانين واللوائح والعلاقات بين اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية التونسية، كذلك التفكير في تفعيل الدور الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بين البلدين، كذلك الجزء الخاص بمعامل المنشطات والمعسكرات وتبادل المنتخبات والمباريات والعلاقات الخاصة بالسياحة الرياضية. قدرنا ان احنا نفكر ان احنا نكون في النهاية داعمين لأي شخصية هتخوض انتخابات للاتحادات الأفريقية أو الاتحادات الدولية من البلدين، نكون البلدين داعمين ليها بشكل كبير جدا، ويكون هدف هذه الشخصية هو خدمة الدولتين وليس خدمة دولة واحدة. أعتقد الحمد لله رب العالمين الحوارات مثمرة جدا، الروح طيبة، الاستقبالات الحقيقة الاستقبال طيب جدا للغاية، وهو نفس المردود الحقيقة اللي كان في مصر لاستقبال بعثة نادي الترجي. الروح واضحة للجميع، العملية عملية توأمية بين مصر وتونس، التاريخ فرضها علينا والتاريخ تحرك فيها لينا، وكل الشخصيات اللي عملت في الحقل بين البلدين أكدت على العلاقات الطيبة جدا بين مصر وتونس. وبشكركم وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين نكون كده متشرفين غدا بلقاء السيد الرئيس مع الحياة الوفد النادي الأهلي والسادة الإعلاميين المصريين. شكرا.